ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومستمرين مع خبير الأبراج محمد فرعون. نكمل الأبراج. نرجع بس سنة كده. الحمل أفضل شريك لي الميزان. الطور أفضل شريك لي العقرب. الجوزاء أفضل شريك لي القوس. تمام. طيب نرجع بقى بعد كده للسرطان. احنا قلنا الجوزاء، لا ما قلناش حظوظه. حظوظ الجوزاء ممتازة. أفضل شريك لي برج القوس اللي هو موجود السنة دي. إذن هيديله كتير جدا. إذن السفر مفتوح، الزواج مفتوح، الدنيا مفتوحة عندك. طيب كويس قوي. زي الفل. أنت ما عليك إلا إنك تحسن الاختيار. السرطان. أفضل شريك لي برج الجدي. بيبتدي من 21 السرطان معلش بنكمل كام؟ من 21/6 ل 20/7. أفضل شريك لي برج الجدي. السنة دي عنده ضعيفة جدا. أحسن في اختياراتك، فكر كويس، خد راحة، بلاش تغامر وتجازف بفلوسك، أو بنقولها واضحة عشان الدنيا ما تبقاش إيه. مهم جدا اختياراتك دي. الأسد. الأسد أفضل شريك. عايزين نركز بقى يا جماعة، كل يسيب اللي في إيده ملوك الأبراج. الأسد من كام لكام برضه؟ من 21/7 ل 20/8. تمام. بنقول إن الأسود البرج بتاعهم السنة دي برج ناري، هو فواخد من ناري اللي زي الكوز، فيديله كمية حظوظ كبيرة جدا. عنده تغيرات كبيرة في حياته، ممكن ينقل من مكان لمكان، من شقة لشقة، من يبيع حاجة، يجيله مراس، هيدخل له أموال، يضخ له أموال السنة دي حلوة جدا. بعد كده برج العذراء. أكثر برج التوافق معاه؟ نعم. أكثر برج التوافق معاه؟ ديلو، برج الديل. تمام. بعد كده برج العذراء من 21/8 ل 20/9. افضل شريك لي برج الحوت، الحوت المائي. بيبتدي، احنا قلنا بيبتدي منين؟ من 21/8 العذراء ل 20/9. تمام. السنه دي للعذراء برضو يمكن شويه الابراج الترابيه ومعاهم برج مائي، هتبقى الامور مش كبيره قوي في الحظوظ بتاعتهم. قلنا هتبقى انت متوقف عليك انت تتعامل ازاي مع الحظوظ اللي تجيلك، ما تهدرهاش، بلاش تدخل نفسك في مشاكل وفي صراعات، اوعى تسيب الشغل اللي انت موجود فيه. الحاجات دي مهمة جدا. ما توسعش في التجارة بتاعتك، لو عندك تجارة مش هيكون في صالحك، لا خليك كما انت عليه. اي جديد ليك مش هيبقى مفيد بالنسبة لك. اوعى تغامر، اوعى تجازف. السفر احسبه كويس قبل ما تسافر. الميزان ركز بقى في الميزان. طبعا ركز فيه. 21/9 القناه كلها ميزان هنا. ل 20/10 عيوني. تمام. فالميزان افضل شريك لي قلنا برج الحمل الناري. السنه دي السنه هو مر بفتره السنه اللي فاتت مش كويسه. السنه دي هتتبدل الامور للافضل جدا. الجيب بيت المال عنده هيبقى مليان. السفر هيعرض عليهم اكتر من سفر، يعرض عليه النقل من مكان لمكان. هيعلو، يعني هيعلو حتى لو موظف في شغل، هيعلو في الشغل بتاعه، ممكن يبقى رئيس. تمام يا شباب، كده هتترقوا. ها ده هيترقوا. الناس هتترقى هنا. هيترقوا او يحصل لهم نقله كبيره في حياتهم. طيب الفلوس مش هيبقى فيها مشاكل، عليهم ديون، عليهم حاجه، هيجي لهم فلوس ممكن نكسب. نكمل بس البرج اللي فاضل سريعا عشان احنا. تمام. طيب برج اللي بعد كده برج العقرب اللي هو كانت السنه بتاعته السنه دي من 21/10 ل 20/11. افضل شريك لي برج الثور الترابي. سنته برضو الكوكب بتاعه مكمل معانا بس من بعيد، فمش هيدي الحاجات السيئة على الكون، ولكن هو موجود برضو، وعشان كده يدي له حظوظ كبيرة السنة دي. هو مكمل في الحظوظ العالية ما شاء الله عليهم، يعني عنده حاجات ومفاجآت سارة جدا في حياته. لا ده لسه القوس. القوس هو برج السنة دي. برج القوس عنده أعظم سنة وأعظم تغييرات السنة دي. بعد كده برج الجد شويه يبقى هادي وبلاش يروح لاي جديد. بعد كده برج الحوت سنه ولا احسن ولا اعظم من كده. كوكبك موجود.